السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونزل السلام يا صحابتي إذا قالك أميل كستاد كتشوك تندون إذا الضعف هذا فيديو جين عاو محوكو سابسين يا وحوكو سابسين يا هاي هاي بدوحا ذا كل إذا هاي دول كاقة هويو دول كين نقنقة أن فقد نحتالا أن ميرها قرنو أذل نعنا إيجي نفقي جركاقو تاجر وحصو صارك دولكا هويو اصحابي وغورنتي فيديو قليقا هيا هذا نقول عصبتاي سبسكرايب دعسينا شير قري سقيرك وقفا اذا عاو وحنكو وضا قدارة اللو يقانا كابجك وحنكا هلينا فوايدك اي نولي اذا هاي اي سيدي لو استعمالي ايان عوني كارين اوكي كابجك واسدح نوع ميد عاد او حاجر يريسو لغا سميست الصلاة هذا اي ميد قدودن اي ميد كان عقارك يعدانك اسوكو جرا فوايد كان كو هرمرينا فايدة دكو بادو حولي هاي دادك سكر تقبا او سكروغ اي وفي عين هاي فايدة دلباد وحو هاقاتيا ان شاقوين كو كليها او جيت كان كليها ايو وفي عين هاي سيدا درادت كليها ايا وحي كتخلوس ايان سكر تليق ايا دو الاديك سنة ايو كادي دا سيدا درادت غفكو انو بيب بذن عبو هادي اي سكر تليق اي هير كيدا ادو كحسين هاي جيرك ايا وحو كتخلوس ايا ايان انو دعان كجيرك كجيرا سيدا وكالي تليق وحو نقون ايا مدلو معلي سيدا درادت وحان اردن جيت كان ايا كتخلوس هادي لو فيريو لنك نفقد جيت كان وابا إله لغا سوحيك توا إله أذياد مهيمة أو كبوحة فيتامين نكالة دوان سيدا فيتامين A فيتامين C فيتامين K جيت كان وحا كجرة وحا لو يغان فوليك آسيد سيدا وكالة جيت كان وحا كبوحة أو وقاني كوية هاي بوتاسيوم سيدا دراديد جيت كان وحا أم ليسا إنو يهي إلها في برضا النفقة الجركة أوكي جيت كان وحو هوسو لغا وحلو يغان نهار كربوهيدرات كربوهيدرات كهداد وحيابا معمعان عنتد وادك رسي سمين سيد أما سياد وحاق رساني سيد وحوكسين يا تمر إيا باور لكن وحو هوسو لغا يعني كربوهيدرات كاللغي هلو بريد كسوك إيا وحلو يغان إيا باستادا إيا روتيغا في نظا إيا ميدك عاد عاد كواس أو كوس كرين إيا إنو قفكو عيلو أدو عيلو عيلو عيل كبدن وحو كوس كرينا يا إني قفكو كودا عان حانونا بدن أو سيدا حانونا دا ودن حانون كوكالي جيت كان وحو داوو يهي دادك قبا قاس داريقة سببتو هادي انتا لكاريا مرقي سلاسي هادي هادي يوغفي عيني هاي جيت كان وحو آدي آد وحوجيا وفي عيني هاي نظام كدفاع عجير كمحايا لي وحاكبو حفيتمين آدي آد وسرية جيت كان وحا كجرة وحا لو يقانو قالو تامين كأي وحا لو يقانو أمينيون آسد لوضو بقوفك قاستريق قبا أي وفي عيني هين جيت كان أيانا لقهلا سيدا درادت جيت كان وحو كتخلصا عابق يضا لحريرة عابقيض أيوك التخلصة سيدوك لقيت كان وحاكو جرا وحلو يقانا بيتو كاروتين إيا وحيابوك لأوجير كالنفقة أولي قيت كان وحو فائدة لسوكو بكرن أولي هاي هو يضا حامل كام حايا لي النفقة أيا كبو وحدة فيتامينا كجرا قيت كان وحاكو جرا فوليك آسق أيا كجرا كاس أو محو في عيني هاي هو يضا حامل كام وحو كايلا هلين أيا هاليستا إن إني هو يضا وقت قيدي أيضا عن لقارين أيضا شو iyo inuu ilmuhu uu dhicis noqdo ama ilmaha uu ka dilmo sidoo kaleeto geedkan wuxuu folic acid wuxuu ka ilaaliyaa ilmaha waxaad arkaysaa ilma dhalanaya asagoo dumaysid in jirkiisa maqaarkiisa uu guguban yahay maxaa koos gareeya waxaa koos gareeya waxyaabo la xiriira nidaamka neerfayaalka ama tuubo neerfa inay furanta laga yaabaa waxaa soo dhan maxaa u fiican فولق آسيقا أوفيعان فولق آسيقا وحاقين لغاهلا وحالغاهلا كوستدا وحالغاهلا بروكليغا وحالغاهلا كابجكا قيب كم إذا فروتكا إيو قيب كم إذا iyo qayb miraha kamida ama mukasaraadka asagoo waxaa jira dawo laakiin dhaqtar laan lama qaadan karo okay geedkan wuxuu u fiican yahay hadii aad cuntid noociisa gaduudan nooc gaduudan ayaa jira waxaa ka buuxa waxyaabo aad iyo aad u sareeya oo macdan iyo biir isugu jira kabriid ayaa ku jira geedkan waxaas oo
ka caawinaya oo waqaaya u ah iyo ilaalin caloosha oo caloosha ayaaba ku soconaysa haddaad geedkan cuntid. Sidoo kale wuxuu u fiican yahay shiiditaanka. Geedkan wuxuu u fiican yahay waxaa loo yaqaana caloosha ayuu nadiifiyaa. Waxaan ku iri kabriid baa ku jira. Kabriid oo maxaa tahay nafo? Kabriidku wuxuu sameynayaa wuxuu ka hortagayaa duuduubka oo jirka waxaad u maleysaa in la yiri feere. Sidoo kale wuxuu siyaadinayaa tamarta ama se daaqada ayuu ku siyaadinayaa, wuxuuna dhisayaa murqaha. Okay, geedkan waxaa ku jira calcium aad iyo aad u tiro badan iyo canaasir muhiim u ah, kuwaasoo haddii aad geedkan cuntid aad ka helaysid lafaha ayay soo xoojinayaan, hashaashati cidaamkana way la diriraan. Okay, geedkan faa'iidada ugu muhiimsan wuxuu leeyahay wuxuu yareeyaa oo ka takhalusaa miisaanka siyaadada ah, sidaa daraaddeed waa lagula taliyaa dadka inay cabbaan. Geedkan wuxuu gubaa baruurta caloosha fadhida, noociisa gaduudan seebuu u gubayaa. Waxaad soo qaadanaysaa midkan yare kuusan oo gaduudan, 5 caleemooda uu leeyahay ama 6 xabaa googoynaysaa, waad shiidaysaa, waxaa miiraysaa, waxaa ku darsanaysaa qaado malaba, maalintii 2 jeer ayaad cabaysaa. Wuxuu gubaa baruurta caloosha fadhida, laakiin akhyaari haddaad geedkan laasintid jirkaaga la qabsanayo waxba kaama tarayo. Asbuuc baad cabaysaa, 2 asbuuc waa u goynaysaa. Okay, hooyada xaamilka macabka dhawaayo hormoonadeeda ayaa kacsan, sidoo kaleeto wuxuu ku sameynayaa dibiro, way cuni kadhaa laakiin ma cabi karto. Okay, sidoo kaleeto geedkan san kuu sheegayba waxaa ka buuxa feebaro ku dareensiinaya inaan gaajaba ku qabanayn. Adigu kaabaj cun, 8 saac gaajo kuma qabanayso. Geedkan saan kuu sheegay waxaa ku jirta waxaa loo yaqaano aminion acid. Aminion acidku muxuu taraa? Waxay kor u qaadaa dejinta nidaamka nafaqada jirka, ayay dejisaa, sidoo kaleeto waxay gubtaa baruurta jirka ku jirta. Okay, geedkan wuxuu ka takhalusaa xanuunyalka ku dhaca murqaha. Geedkan haddaad cuntid isagoo la kariyay wuxuu anemiyada ayuu la diriraa. Sidoo kale geedkan waxaa ku jira waxaa loo yaqaano galatamin. Galatamiinku muxuu u fiican yahay ama galatamiinku wuxuu u fiican yahay? Wuxuu door muhiima ka qaataa burburinta borotiinka iyo kabista unugyada jirka. Sidoo kaleeto wuxuu dardar geliyaa dib u dhiska murqaha, sidaa daraaddeed wuxuu ka caawinayaa geedkan oo kor u qaadaya soo saaridda hormoonka loo yaqaano testosteroneka, kaas oo door muhiima ka geysta gubitaanka baruurta. Baruurta ayuu la diriraa. Geedkan sidee loo isticmaalaya ikhyaaray? Waan kuu sheegay, kan gaduudan casiir baad ka samaysanaysaa, kan kaleeto waxaad ka samaysanaysaa. Dadka carabaha waxay ka samaystaan maxshi, anagoo kaleeto waxaa samaynaysaa. Markaad maraqa diyaarsatid ayaad korka uga daraysaa, 2 daqiiqo ka badan ha karinin si aad nafaqadiisa u qaadatid. Midkan kuusan cad salaatada ayaa laga sameeyaa sida salaatada KFC-ga lagu gado kaleeto. Waxaad soo qaadanaysaa kaabajka waad yaryareynaysaa, kaarootna waad yaryareynaysaa, baaquli baad waxaad ku shubaysaa sokor iyo mayonnaise iyo waxa loo yaqaano yogurt, waad ku wada walaaqaysaa iyagaad ku daraysaa. Talaagadaad ugu yaraan 6 saac baad dhigaysaa. Aad iyo aad ayuu u fiican yahay, waana macaan yahay, laakiin bahalkan loo yaqaano mayonnaise-ka qofka wuu cayilinayaa. Sidoo kaleeto haddaadan haysanba talaagad iyo waxaas, waxaad soo qaadanaysaa caano garoora iyo caano dhay aad isku daraysaa, kaabajka iyo kaarootkaad yaryareysay iyo sonkor baad ku daraysaa. Oo haddaba waa aniga san kuugu sameeyey. Asxaabey ka faa'iidaysida geedkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.